ستحف بكلمة مغربية 100%. ملاحظة من إدارة هذا الحفل أن قراءة القصائد لا تتعدى 5 دقائق احتراما لتوقيت الحفل. شكرا. إذا زجالة هي من مدينة الدار البيضاء تنقل بمجدوبة الحرف. رحبوا معي تحت تصفيقاتكم لزجالة زينب البوليدي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بالحضور مجددا بين هذا الجمهور عشيق في اللمة. قصيدة بعنوان البنشماق. أيا عشقا أسهر دهم الجراح لبيبا في جوف المسافات. أيا عشقا هبني من فحول الكون جنونا أحتلي والحنين حبور الأشواق. وعلى غفلة نعرف من وصيتي الباهة يراودني الحرف اسماها نصر بتراب معانيها نكويني فيها كيت نموت انسلسلني فيها مشدوبة ابن بهوت. وهذه المساء ناهية الليلة نسكر بين حليمة والحوف طول وكليم مزاوبة في مهيل ابن معاني يدب هذا الحال دامي ودمي يا دامي. هاني بعد العلات نعافر ونرطق هذا العقبات. ليه لما عشيق الحوف البيب مخاويف هالبليم يحبت وهويت الطيحات. واه يا دامي لو حولا كان هواه براني وقت الطين الحوف خليل بين يديه سلسلة سبابي حشوى. ويا صاح ويا Thank you.
وحيد حيك توحشتك.